أخيرا وبعد طول انتظار تمكن فريق شباب الوزداد من تحقيق الفوز الذي غاب عن الفريق منذ 15 جولة، والضحية فريق اتحاد بسكرة الذي لعب مدافعا فتألق حارس مرماه بالكروش الذي أنقذ فريقه من أهداف عدة حاول فيها الشباب على الجهتين اليمنى واليسرى، لكنه لم يتمكن من فك الشفرة الدفاعية بل وكاد أن يتلقى الهدف بعد هذه التسديدة من عقبة التي صدها صالحي. محاولات الشباب تواصلت عن طريق سلمي، لكن بلكروش كان حاضرا وفطنا، ثم محاولة أخرى وهذه الرأسية من لاكروم رجل المباراة، بلكروش تصدى سلمي من وضعية غير مركزة فوت على فريقه افتتاح باب التسجيل، بل وكاد الضيوف أن ينهوا المرحلة الأولى متفوقين بعد هذه التسديدة من كونغو، لكن صالحي في المكان المناسب. شباب الوزداد لم يستسلم وحاول، لكن كل المحاولات تكسرت أمام حارس اسمه بلكروش. المرحلة الأولى انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وفي المرحلة الثانية تواصل السيناريو هنا بليلي بهذه التسديدة القوية، بلكروش يتألق، ثم هذه التوزيع البديل العريبي لم يضعها في الشباك، راسية نعماني جانبت القائم إلى غاية الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. يحضر بليلي بهذه المخالفة المباشرة والكرة الثابتة التي حركت شباك بلكروش وأعلنت عن الهدف الأول في المباراة والثمين لصالح فريق شباب الوزداد الذي يحقق هذا الانتصار، ما يسمح له بالارتقاء إلى المركز العاشر ب 22 نقطة، في حين يبقى فريق اتحاد بسكرة في المركز الثاني عشر ب 19 نقطة.